عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه، ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. إحساس مثل السحر يعجز عنه قصيد الشعر، يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتسبت كل الأقوام، لن تجدوا بين الأعلام مثل الصديق أبي بكر. صبغ الكون بلون فخار، وحمى المبعوث المختار، ثاني اثنين هما في الغار، كان الصديق أبو بكر. إن من أصول عقيدة المسلم محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوليهم وحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي. قال صلى الله عليه وآله وسلم تلك الوصية وهو عائد من الحج في منطقة غدير خم. وغدير الماء هذا في مكان بين مكة والمدينة، فعندما وصل إلى تلك المنطقة وقف النبي عليه الصلاة والسلام، وقف خطيبا في المسلمين يعظهم ويذكرهم، ثم قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، ما هما؟ إنهما القرآن الكريم وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء: سمي ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، وقيل لثقل العمل بهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر المسلمين بأمرين مهمين: الأول وجوب التمسك والعمل بكتاب الله تعالى، وأنه الصراط المستقيم الذي أوله في الدنيا وآخره في الجنة. والأمر الثاني الوصية بأهل البيت عليهم السلام، فكيف تعامل الصديق مع هذه الوصية؟ يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. رواه البخاري. يتملكني ساعة ذكري اسم الصديق أبي بكر. أذكركم الله في أهل بيتي، كلمات دوى صداها في آفاق الدنيا. نبي الإسلام يأمر أمته باحترام آل البيت وتوقيرهم ومعرفة حقوقهم وعدم التعرض لهم بالسب والأذى. أذكركم الله في أهل بيتي، كلمات تلقاها الصحابة بالقبول والطاعة، كما تلقوا الشريعة كلها بالرضا والاتباع، وعلى رأس أولئك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكان رضي الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فإن كمال محبة النبي عليه الصلاة والسلام أوجب سراية الحب لأهل بيته، إذ كانت رعاية أهل بيته مما أمر الله ورسوله به. أذكركم الله في أهل بيتي، إنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. فلما
سمعها الصديق قام بحقها. كيف لا وقد كان الصديق مصبوغا برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فهو القائل من محل المسؤولية: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. روى البخاري في صحيحه بأنه بينما كان أبو بكر رضي الله عنه ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يمضيان بعد صلاة العصر، رأى أبو بكر رضي الله عنه الحسن بن علي يلعب مع الصبيان، فقام أبو بكر فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي يضحك، وعلي يضحك. لماذا ضحك علي؟ ضحك علي رضا بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وتصديقا لكلامه. فمن بركات الله تعالى على الحسن والحسين أنهما كانا أشبه الناس بجدهما صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. قال ابن حجر في شرحه: قوله بأبي فيه حذف تقديره أفديه بأبي. وقال أيضا: وفي الحديث فضل أبي بكر الصديق ومحبته لقرابة النبي عليه الصلاة والسلام. فبالله عليكم، أليس ذلك مثلا رائعا ورائقا للألفة والمحبة والرضا المتبادل بين آل الصديق وبين آل البيت؟ وقد كانوا كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته. فتأمل هذا، وقد كان الصديق رضي الله عنه أول فرد في هذه الأمة يعلن إعلانا عاما ويرسل رسالة مفتوحة يسطر فيها بدموعه حبه الصادق لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. قال هذا بعد أن فاضت عيناه بالدموع. أتدري ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن فاطمة أحب إلي من ابنتي عائشة، والحسن والحسين أحب إلي من أولادي محمد وعبد الرحمن، وصلة آل البيت أولى من صلة آل الصديق. بل كان الصديق رضي الله عنه أول خليفة يصدر مرسوما رئاسيا للرعية بوجوب رعاية حقوق آل البيت. فقال الصديق: أرقبوا محمدا في أهل بيته. قال الحافظ ابن حجر في شرحه: يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه، بمعنى لا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. قال الحافظ النووي: معنى أرقبوه أي راعوه واحترموه وأكرموه. وهكذا كان الصديق رضي الله عنه طول مدة خلافته ما زال مكرما لعلي وسائر بني هاشم، يقدمهم على سائر الناس، بل كان مكرما له حتى زمن الرسالة. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد وقد أطاف به أصحابه، إذ أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوقف وسلم، ثم بحث عن مجلس يجلس فيه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجوه أصحابه أيهم يوسع لعلي، فكان أبو بكر رضي الله عنه جالسا على يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فتزحزح له عن مجلسه، وقال الصديق: ها هنا يا أبا الحسن، ها هنا يا أبا الحسن. فجلس علي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر.
اسمعوا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما فعلت هذا يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: إكراما له وإعظاما يا رسول الله. قال أنس: فرأينا السرور في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل على أبي بكر فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. سبحان الله. في المقابل، كما عرف الصديق حق علي، كذلك عرف علي حق الصديق. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. روي عن النزال بن سبرة قال: وافقنا عليا رضي الله عنه طيب النفس وهو يمزح، فقلنا: حدثنا عن أصحابك. قال: كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي. فقلنا: حدثنا عن أبي بكر. فقال علي: ذاك امرؤ سماه الله صديقا على لسان جبريل ومحمد صلى الله عليهما. وعن أبي الزناد قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، ما بال المهاجرين والأنصار قدموا أبا بكر وأنت أوفى منه منقبه وأقدم منه سلمة وأسبق سابقه؟ فقال علي بن أبي طالب مغضبا: ويحك، إن أبا بكر سبقني إلى أربع: سبقني إلى الإمامة وتقديم الإمامة وتقديم الهجرة وإلى الغار وإفشاء الإسلام. ويحك، إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. الآية. ومن الصور المؤكدة على تبادل المودة وأنهم كانوا أطهر قلبا وأنقى علاقة احتضان علي بن أبي طالب لمحمد ابن أبي بكر، فقد كان ربيبا لعلي بن أبي طالب. ابن أبي بكر ربيب لعلي بن أبي طالب، نشأ في حجره وتربى في بيته بعد أن تزوج علي رضي الله عنه بأمه أسماء بنت عميس بعد وفاة زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الاحتضان بالحسنى صورة متكررة في مجتمع المسلمين، وهو تمثيل للرحمة التي وصفها الله تعالى بين الصحابة بقوله: رحماء بينهم. ومن المواقف الطريفة التي حدثت في بيت سيدنا علي بن أبي طالب أن ابناها محمد بن جعفر الطيار ومحمد بن أبي بكر الصديق تفاخرا، فقال كل واحد منهما: أنا خير منك وأبي خير من أبيك. فقال علي: اقضي بينهما يا أسماء بنت عميس. فقالت أسماء: ما رأيت شابا من العرب كان خيرا من جعفر، وما رأيت كهلا كان خيرا من أبي بكر. فقال علي: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لمقدتك، أي لم أرض منك هذا. فسبحان الله، فضلا عن طرافة هذا الموقف، فإنه أيضا يدل على ما كان يتمتع به بيت علي بن أبي طالب من المودة والبساطة ومعرفة الفضائل حتى بين الصغار. كيف لا وهو بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر. لقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد روي هذا عنه من طرق كثيرة، قيل أنها تبلغ 80 طريقة. وعن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي علي بن أبي طالب: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال علي: أبو بكر. قال: ثم قلت من؟ قال علي:
ثم عمر. وهذا يقوله علي بن أبي طالب لابنه بينه وبينه، وليس هذا مما يجوز أن يقوله تقية كما يقال، ويرويه عن أبيه خاصة، وقاله على منبر الكوفة، وروي عنه أنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن عليا لا يقطع بذلك إلا عن علم، وهو الذي يليق بعلي بن أبي طالب، فإنه من أعلم الصحابة بحق أبي بكر وعمر، وأعرف الناس بمكانتهما من الإسلام وحسن تأثيرهما في الدين، حتى أنه تمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر، كما سمى علي بن أبي طالب ابنيه أبا بكر وعمر. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا أوتي برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. نجح الصديق أبو بكر لا ننساه يوم الردة، جهدهم وأعد العدة في جمع الكلمة والوحدة. نجح الصديق أبو بكر صاحب محمد طول حياة، ثبت وثبت وقت وفاة، وغدا جارا بعد ممات. هذا الصديق أبو بكر.